عليكم ليكيب، ان شاء الله يا ربي تكونوا بيان، رمضان كريم، ان شاء الله يا ربي تصوموا بالصحه والهنا. الور نوت الجروب وديماريت سنترال، هنا يطلع لنا ايرور انتيريبتور جينيرال اللي هو ديجونكتور، هنا نفاسي والايرور سي بون. او مشى الايرور ليكيب، انا قبل ما نبدا قبل ما نلونسي بيتون لا بريمير، اول حاجه اللي نديرها هي ندير سيليكسيوني مود مانيوال، ونسي كل حاجه فيها تخدم. هنا ديماري الميكسر، هاي الميكسر راه يخدم، حل الاطراف تاع الميكسر هنا ونغلقها. هنا نسي سكيب، نسي نطلعو سكيب ونربطو. هنا نحلو البابيون تاع السيمو مع الفيبرور، نحلو البابيون تاع الماء، وهنا تاع لا جيبون. نرجعو نهبطو سكيب، ليكيب هنا نقطة. هنا عندنا هادي تاع سيكوريتي، كي تبغي تنيطواي ولا تخدم تقلع هادي، طلع السكيب ودخل هذا. كي طلع السكيب وصله لهنا تقلع هادي من هاد الأخرى ودخل هذا ودور هذا باش سيكوريتي تكون تاع السكيب ولا ما يطيحش. هنا نمشيو نشوفو لاروسات اللي رايحين نخدمو بيها. لو سيتوب ريسيب، هنا كيما قلت لكم نكتبوا النيميرو نوم يوتيليزاتور، ونكتبوا المود باس اللي هو 999. هنا المود باس كل واحد وشنو داير. اوكي دخلوا لي ريسيب، هنا تريتي ريسيب، اليوم عندنا لاروسات نخدمو بتاع 250. شوفوا ما هي لاروسات تاع 250، هادي 350، لا ليرور 4 سيمو، هادي هي لاروسات نيميرو 4 ديزاغريغا سي بون سيمو 250 سيلو 1 والما 200 لتر غنجيبو ما كانش. الو سي بون راحين نخدمو بهاد لاروسات، خرجو ايشو ايشو. انا نمحيو الهيرور، يا بسم الله نديرو اوتوماتيك ستار. الو كيما قلتلكم انا نكتبو الكونتيتي دي تشارج شحال باغي نديرو من متر، نكتبو دي متر كوب، زيرو بيس. هنا نزيدو الماء ولا نقصو سي بون، هذا هو. ونديرو ستار، الوغ هنا طلعنا ديبلوكاج كلوبي دو مالاكسور. هنا باش نديبلوكيو نديبلوكيو هاد البوطون اغريغا ايرور فيكس ماتريال ريبونس ايرور و ديبلوكي الباب سي بون. دروك غادي تخدم وحدة اوتوماتيك،
ليكيب هنا عندنا بروبليم في بابيون تاع السيمو دقيقه نحلوا المشكل ونرجعوا. دور ليكيب كيما شفتوا هنا عندنا بابيون تاع السيمو ما راهش يحل. ليكيب هنا نقصوا له شويه ما فورس كيرا شويه جاري نديروا ما اوكي. كيما راكم تشوفوا ليكيب نفس البروبليم مع البابيون تاع السيمو هذا لازم ينحل ويتنيطوايا. رجعت تخدم نورمال. الو ليكيب هنا سي بون كملت لنا العشر مترات اللي دومونديناها كملت. الو هنا باش نكملو نديرو مانيوال نديرو لها تشليلة ديمارو ميكسر نعمرو الماء. هذا هنا خاصني نخدم بزوج يدين دقيقة سي بون. راح نعمرنا هنا 168 167 لتر نعاودو نفرغوها. سي بون فرغت نخليوها تشل شويه ونعاود نحلو لاطراو. سي بون نرجعو نغلقو الباب ونحبسوا الميكسور. الو ليكيب هنا حبيت نشارك معكم واحد التجربه بو واحد لومبان اللي صرات لي من البدايه تاعي اللي اول بدايه كي بديت نتعلم السونترال كان صرا لي واحد لومبان اللي نورمالمون كاع الناس صرات لهم. الو هادي هنا سونترال تاع متر كوب. الو انا كان عندي واحد لومبان في الصاول الصاول كانت مع النو مع الشتاء كانت ما كانش تبغي تهبط. الور انا كي لونسيت 10 مترات صح عمرت المتره الاولى الزوجه كي وصلت للثالثه صرا لومبان هادي تاع الرمله ما كاينش تبغي تهود. الور انا واش درت مشيت كانت ديجا هنا فيها متره كانت ديجا معمره متره الثالثه كانت ديجا معمرتها هنا وهبطت. الور انا الضربه اللي هبطت ما خليتهاش تخوي رجعت درتها مانيوال وحليت مانيوال لاطراب تاع الرملة حليت لاطراب تاع الرملة بها بالفيبرور وعمرت الكونتيتي اللي كانت باغية تاع الرملة وعمرت لها 3 ويت والكانز 25. الور هنا نسيت باش ندير اوتوماتيك وستار باش تقلع باش تكمل خدمتها. انا ما درتش اوتوماتيك ستار انا درت ما خليتها مانيوال وعاود طلعت سكيب وديجا كان فيها هنا متر كي طلعت سكيب عاود هنا المتر زاد 2 مترات. الور في الميكسور تاع 1 متر عمرت 2 مترات
وكيطلع في الريغ دارت ميم با واحد 2 سكوند ولا 3 سكوند وحبس ميكسر حبست والجروب حبس. هنا انا ما كاش عندي معلومات على باش ميكسر تاع متر متر في الزوج مايات، لا ما كنتش نعرف لا غالب اللي هي الاسابيع الاولى اللي بديت نتعلم فيهم. المهم من بعد عاود رجعت نوت الجروب ونوت سنترال، عاود كيف كيف درت مانيوال درت ديماراج للميكسر، كي درت ديماراج للميكسر عاود كيف كيف يحبس كلش، يحبس الموتور يحبس تحبس السنترال ويحبس الجروب. وهنا كيف كيف عاود رجعت نوت الجروب ونوت السنترال وما زدتش ديماريتها، طلعت حليت الكابو لقيتها عامرة بالبيطون، والبيطون كان ناشف شوية، وهذيك هي كان لي بي ما كانوش يقدروا يدورو. واش درت؟ طلعت حليت مانيوال لاتراب هادي تاع الميكسر، حليتها مانيوال وخويت خويت على لي بي باش باش تدقى الجهد باش تدور، وداك البيطون زدت له شوية ما زدت له الماء ودورت بشوية 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 حتى بدا الدور وخوى داك البيطون والحمد لله. الو هذه هي كانت هذه اول تجربة في اول بان اللي صرا معايا، وين الحمد لله تعلمت منها. الو نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ما تنساوش ديروا لنا لايك الفيديو باش يطلع بزاف تاع الناس اللي مهتمين بهذا الكونتوني تاع لي سونترال بيطون، و تكليكي على سبسكرايب وتاكتيفي النوتيفيكاسيون باش كل ما حطيت فيديو جديد، و عطيونا تعليقاتكم في لي كومونتير، و اللي صرات له هاد لومباني يكتب لنا في الاخر ويحكي لنا حكايته. الوغ هذه هي كانت اول بان معايا، نتلاقاو في فيديو جديد. الوغ ربي يعاونكم والله يقدركم.